السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم لينا. اليوم إن شاء الله جيت نحضر معكم سلو أو سوف صحي من طبيعي من طبيعة الحال. كنحضره بطريقة معتمدة كيجي رائع هائل واقتصادي باش اللي بغا تجربه إن شاء الله، خصوصا المبتدئات بقوا معايا نشوفوا المقادير. عندنا كيلو ونص ديال الجنجلان اللي غسلناه وحمرته وهرمشناه، نص كيلو ديال الكاوكاو اللي قليناه اللي سلقته وقليناه وهرمشناه، عندنا كيلو ونص ديال اللوز اللي مسحته ودرته في الفران حتى تحمر وهرمشناه قليته وهرمشته، عندنا نص كيلو ديال القمح محمر، ها هو البنات حمرناه انا اوريكم الطريقه، عندنا 2 كيلو فورص محمر ها هو البنات، عندنا 2 ديال الكوزات، عندنا 2 معالق كبار ديال المسكه الحره، عندنا الملح، عندنا 4 المعالق كبار ديال النافع، عندنا 4 المعالق كبار ديال حبه حلاوه، وعندنا الزبده. حنا كنستعملوا الزبده الحيوانيه ديال العبار، هي اللي كنستعملوا في السفوف اللي كندهنوا بها الخبز حتى هي كيلو. وعندنا كاس ديال المزهر. انتما البنات اللي زينا هو تحمر، شوفوا كيجي. انتما البنات بعد ما سخنا الفران الحراره 150 درجه ودخلنا عليه اللوز، ها هو اللوز كيتحمر ونخليوه يتحمر. البنات كيف ما كتشوفوا ها هو الجنجلان كيتحمر في المقله، كيتقول الحراره مهيله من طبيعه الحال باش ما يتحرقش لينا، ومره مره كنحركو بالعصا المغرف ديالو نحركو من الجناب ومن الوسط كامل بما يتحمر. ها نتوما البنات هذا هو القمح ديالنا اللي كنطيبو، كنديرو السطر ديال الزيت بعمل كيطلع داك الدخان ديالو، كنرميو نص كيلو ديال الفينو ديال القمح وكنخليوه يطيب على هاف عافيه مهيله حتى كيولي اللون ديالو بحال الذهبي، وعاد كنطفيو عليه ماشي بحال الذهبي. نتوما البنات كيف ما كتشوفوا ها هو غادي ولا كولور ديالو الغادي الذهبي، كنبقاو نحركو نحيد في يدينا من التحراك باش ما يتحرق لينا القمح ديالنا. هانتوما البنات ها هو شفتوا لا كولور ديالو كي ولات، ها هو بعد ما حيدته من فات عليه البوطه نخليه حتى يبرد ان شاء الله وعاد نخدمو به. البنات كيف ما كتشوفوا انا زدت هنايا جوج معالق كبار ديال القرفه، زدت 3 معالق كبار ديال القرفه كما كندوب الزبدة كندوب نحيدو لها الكشكوشة ديالتها أو كنحركو مزيان مع العناصر مع بعضياتها، وخصنا ندلكو مزيان باش يطلق لينا الزيت. نبداو نديرو السكر كلاصي كنغربلو، ما كاينش قدر محدود حتى كندوقو الحلاوه واش هي هذيك ولا نزيدو مزال.
الزبده ديالنا كيف ما كتشوفوها هي مازال كتذوب على نار مهيله. نزيد الدقيق كنزيدو كاس ديال الماء زهر وحنا تنحركو. كندلو لكم مزيان شوف الطريقه ديال الدليك باش كلشي باش كتلاق لنا حتى داك الليدان. كنبداو نضيفو الزبدة البنات وكنصفيوها. كنعاودو تاني نزيدو الزبدة كنحركو تاني بطبيعة الحال. هو فيه شوية ديال الدليك ولكن ملي كتحصل على واحد النتيجة زوينة ما كتحسيش بالعيا من بعد. بعد ما ذقنا سلو جانا باقي خصنا نزيدو شوية ديال السكر. ونحركو مزيان عاوتاني ندلكو ونزيدو الزبدة تاني. درنا الزبدة كاملة ونحركو العناصر عاوتاني. انا عاود تاني كندوب الزبدة حيت ما قدرتناش كيلو ديال الزبده اللي خدينا كنبقاو كل مره كنزيدو حتى كنوصلوا الكميه اللي بغينا. ثم البنات بعد ما خلطنا العناصر مع بعضياتنا كامله غنزيدو اللوز اللي ديجا حمرناه كيف ما كتشوفوا فسخناه وقليناه وغنزيدوه للتزيين. وغنحركوه باش يتخالط الجانس. فوالا البنات ها هو السفوف ديالنا وجد كيف ما كتشوفوه زينته بشويه ديال اللوز وبالسكر كلاصي. وما تنساوش تدعموا القناه ديالي وتشتركوا معايا لاول مره تدخل القناه ديالي. ما ينساش لايك بارطاجي مع الاصدقاء ديالو وفعل الجرس باش توصلوا ديما الجديد. كيف ما انا ديما نواعدكم مازال هي ان شاء الله الشباكيه كيف ما غنبداها ان شاء الله غادي نبارطاجيها مع الاصدقاء ديالي. وعواصل مبروكة تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو يا ربي وأمسية طيبة.